في الحقيقة قبل غروب كده الشمس بدقايق بينقسم زوار ومصطفى مدينة العالمين الجديدة لنصين، منهم اللي بيستجم على الشواطئ ومنهم اللي بيحبوا يمشوا على الممشى السياحي، وعلى يمينهم البحر ومياه البحر الزرقاء الصافية، وعلى شمالهم طرق المدينة اللي صممت بالأسلوب الحديث. تصطف الأشجار على الرصيف بينما الأبراج الشاهقة بتزين المدينة وبتلفت الأنظار للي يسير على الممشى. خلونا نشوف مع بعض تقرير عن ممشى مدينة العالمين الجديدة ونطلع من بعده فاصل ونرجع نكمل الكلام. إحدى مدن الجيل الرابع ودرة الساحل الشمالي مدينة العالمين الجديدة، المقامة على مساحة 50,000 فدان، بتضم عشرات الأبراج الشاطئية وآلاف من الوحدات السكنية والفندقية المميزة. اليوم سوف نأخذكم في جولة داخل مدينة العالمين الجديدة. باتت مدينة العالمين الجديدة وجهة سياحية عالمية مميزة، وذلك بعد استضافتها لمهرجان العالمين بفعالياته الفنية والرياضية المتنوعة، وتتميز بشواطئها الخلابة وبها العديد من المقاصد السياحية ومنها الممشى السياحي والترفيهي بطول 14 كيلومتر. ويتضمن الممشى الترفيهي بمدينة العالمين الجديدة مطاعم وكافيتريات ومولات تجارية. الممشى الشاطئي ده يعني ممشى مفتوح بطول بيزيد عن 6 كيلو للمرحلة الأولى لواجهة شاطئية العالمين الجديدة بتزيد طولها عن 14 كيلو. الممشى ده مفتوح للناس للاستخدام والترفيه. الممشى ده كمان بيتخلله غير الخدمات طبعا، بيتخلله كمان النورث مول أو المنطقة الترفيهية، بحيث أن المناطق دي كلها بتقدم خدمات كاملة على طول الساحل الخاص بمدينة العالمين لمرتدي المدينة في خلال الصيف. ويتميز الممشى السياحي بأنه مفتوح لكافة المواطنين ولجميع رواد الساحل الشمالي، حيث ينتهز المواطنون ساعات الليل لقضاء أوقات ممتعة وسعيدة على ساحل كورنيش العالمين الجديدة، إذ يبدأ رواد المدينة في الإقبال على الممشى السياحي والترفيهي مع غروب الشمس ودخول ساعات الليل، حيث يمثل متنفساً ومقصداً يستمتع فيه الكبار والصغار. حاجة ما شاء الله، يعني طبعا حاجة ما كناش بنحلم بيها، يعني حاجة لا حاجة فوق الجمال بجمال بكتير. يعني من 6-7 سنين مثلا ما كانش فيه عالمين خالص على الخريطة أساسا، كان كلها حقل ألغام وما فيش حد بيمشي فيها، ما فيش عالمين من أساسه يعني. والنهاردة زي ما أنت شايف كده والإخوة الناس هنا كلها شايفة المعمار والجمال ده كله، والبيتش هنا جميل جدا راخر. دي بصراحة حاجة انبهار عالمي مش موجودة في الخيال. حول المكان من صحراء لمنظر مش موجود في العالم كله. دي زيارة تانية ليا، بس هي حاجة حلوة قوي يعني. المدينة تحفة بصراحة، ومقارنة بالمدن التانية لا هي تحفة بصراحة يعني. دي زيارة تالتة ليا هنا، المكان تحفة جدا بجد، وحقيقي من أحسن المدن اللي ممكن حد يصيف فيها، وبجد جو مختلف عن أي مدينة تانية، وبجد حلوة قوي وتستمتعنا بيها. دي الزيارة التانية ليا في العالمين، وبجد مدينة جميلة جدا وأنا أحب إن أنا أجيها كل سنة يعني. كل ما بنيجي بيبقى فيه تطور في المنطقة يعني، ومكان سياحي رائع يعني الحمد لله. وهكذا باتت مدينة العالمين الجديدة نموذجاً للمدن الذكية، تضاهي كبريات المدن العالمية الساحلية لتعبر عن الجهود المبذولة في الجمهورية الجديدة وسط زخم إنتاجي في جميع القطاعات. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.